البي بي سي بمناسبه برضه انت فاكر من زمان البي بي سي دي كانت تقول لك ايه؟ اشتباكات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وسقوط قتله. نعم. اللي هو كوت ان ذا ميدل زي ما بيقول لك انه سقوط رجعت تاني تعاود. في خبر انه نزلته بي بي سي بتقول اسرائيلي اير سترايكس كيل بريجننت وومن اند بيبي، قالت انه الضربات الجويه الاسرائيليه قتلت امراه حامل وطفل. في وزير صهيوني اعترض، اهو واحد من الصهاينه اللي هو ايمانويل نهشون قال لك ده كلام فارغ وده مش صح لانه دي كذبه. فقامت البي بي سي مغيره الخبر على النحو الثاني. انت كراجل مدير تحرير ورينا بقى الخبر الثاني، قال لك ايه بقى؟ غزه اير سترايكس كيل وومن اند تشايلد افتر روكيتس هيت اسرائيل. فهي عملت ايه؟ عملت توازن في الخبر، مع انه اسرائيل هي اللي قتلت ومع انه اسرائيل هي المعتديه وهي المحتله. قال لك الخبر هنا قال ايه بقى؟ انه الضربات الجويه الاسرائيليه بتقتل مره بس ما قالتش حامل هنا وتشايلد ما قالش بيبي، يعني هنا ما قالش بيبي، ما قالش بيبي ولا قال بريجننت وبعد ايه؟ بعد صواريخ ما نزلت على ايه؟ على اسرائيل. فصل بقى ريتاليشن بقى. ده بقى ايه بقى بيسموه ايه في حضرتك؟ الريوردنج ده، الريوردنج او المانيبيوليشن ده. شوف اشرحوا لي بقى، حضرتك كنت مدير تحرير وكاله يعني. هقول لحضرتك دلوقتي الهيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي لها مجلس اوصياء اسمه بورد اوف تريستيز. البورد ده بيتلقى طبعا، هيئه الاذاعه البريطانيه مش مملوكه للحكومه، بس عشان حدش يبقى فاهم الحكايه غلط. هيئه الاذاعه البريطانيه تمول من ميزانيه مجلس العموم البريطاني يعني ما هيش هيئه مستقله. لا هي هيئه مستقله مستقله في انها بتدير امورها بنفسها، لكن عندها مجلس اوصياء بيتلقى الشكاوي، وشكاوي بالايميل بالبريد الالكتروني. فكل ما يبعت لهم دلوقتي هو الوزير، انا شفت على في التويته بتاعته الوزير الاسرائيلي اللي اعترض ده بيقول انه في شكوى كومبلينت اتبعتت للبي بي سي من اسرائيل اي ام اف، وبالتالي هم اشتغلوا او منستر اوف انفورميشن ده اشتغلوا على الشكاوي مش نظرا لقوه اسرائيل. فاعادت البي بي سي نتيجه لهذه الشكاوي اللي بتوصل، اللي بتوصل للبورد اوف تراستيز اللي هم مجلس الاوصياء. مجلس الاوصياء يقول مجلس الامناء، او مجلس الامناء يقول لمجلس لمدير التحرير او رئيس تحرير النشره اللي موجوده غير الخبر لانه جالنا كذا كذا، ويتم العرض عليه، وبالتالي في بروسيس بتتم نتيجه للشكاوي. بس السؤال مش كل الشكاوي صح، لان اسرائيل فعليا قتلت حامل وقتلت بيبي. فما قامت دي كان ممكن افهم الكلام ده لو حضرتك تقول لي غيروا الخبر وقالوا بعد نتيجه لتبادل قاسي ومش عارف ايه، انما هي امراه حامل لم يثبت انها مش حامل ولم يثبت ان البيبي ده مش بيبي. فانت النهارده بتقول لي شكاوي، وبعدين اشمعنى احنا ما بنقدمش شكاوي ضد البي بي سي؟ هو ده بقى السؤال. هو السؤال، هم كام؟ هم عدد اليهود اللي في العالم كله ما بيتجاوزوش 10 15 مليون. طيب اوكي، في العالم كله كله. لكن المسلمين مليار ونصف، 1000 مليون و500 مليون. هم بيبعتوا رسائل، احنا ما بنبعتش. يعني هو بيبعت ايه؟ اللي بعتوا كلهم شككوا في انها بريجننت، قال انتوا شفتوا لها تحليل؟ انتوا شفتوا تحليل ان الست دي حامل؟ لا ما شفناش. طب قلتوا حامل ازاي؟ بطنها يعني مثلا كبيره مش عارف ايه، تم التشكيك في المعلومه. وبالتالي اللي عامل الريوردنج ده خلاص تراجع عنه لانه ما عندوش ما يثبت عكس ذلك، فشال كلمه حامل. يعني مثلا بريجنانت. مثلا البي بي سي، انا بكلمك بصفتك الصحفيه مش هتكلم في السياسه. نعم. البي بي سي دي ما قالتش عن انقلاب انه انقلاب. البي بي سي من الاول ما قالتش عن انقلاب انه انقلاب. ده انا ما قالتش انه انقلاب، وحضرتك رديت في اكثر من مره، مع انه تعريفيا اي تحرك بقوه عسكريه وزير دفاع بيوصل للسلطه يبقى ايه؟ بمنتهى البساطه. ده انا ساعه ما كان بيقرا عبد الفتاح السيسي البيان كنت انا قاعد على البي بي سي العربي ضمن برنامج حواري، كان فيه ثلاثه استاذ قانون دستوري ومش عارف ايه وحاجات كده. فطبعا قعدنا يجي ساعه الا ربع وتاخره، وبعدين طلع قام قايل البيان اللي فيه خطه خريطه الطريق. رجع البث بعد البيان، ايه رايكم يا ساده في اللي موجود؟ فالثلاثه اللي قبليه قالوا ثوره شعبيه ويحميها الجيش والكلام الفارغ اللي كانوا بيقولوا ده. فلما جه الدور عليا انا قلت بمنتهى البساطه، يا جماعه انا متخرج من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، من قسم العلوم السياسيه، وهي دارس للسياسه وعندي ماجستير في العلوم السياسيه. فاول حاجه درسوها لنا في سنه اولى في السياسه انه جنرال او وزير دفاع في الحاله بتاعتنا دي بيعطل الدستور، بيلقي القبض على الرئيس والحكومه المنتخبه ديمقراطيا، بينشر الدبابات في الشوارع. تبسيطه العلمي ده البسيط خالص اسمه انقلاب عسكري.
فاللي حصل ده انقلاب عسكري مكتمل الاركان. طبعا الدنيا اتقلبت. كانت زميلتنا اسمها ميرفت محسن، كانت مديره مكتب البي بي سي، دي مذيعه في الاذاعه وفي التلفزيون. فانا قلت الكلام ده، فراح المذيع بقى ايه لف على الباقيين 3 4 دقايق كده واخدين فاصل وراحوا جايين. مطلعيني ميرفت بنفسها بقى اللي طالعه للدور، طلعت يجي 6 7 ادوار لان الاستوديو كان فوق على النيل. فوق على النيل فوق في شارع الاحمر. أيوة، ايوه انت عارفه. ايوه ايوه طبعا. ايوه فطالعه من المكتب من الدور الثالث او الرابع للدور ال 16 علشان لقيتها على الباب. قالت معلش يا استاذ احمد، انا قلت مثلا هيطلعوا 2 3 معايا ولا بتاع، انا لوحدي وجايب احمد الدين حسين يقعد مكاني. ده مين؟ ده البي بي سي. البي بي سي اللي عامل لك ده البي بي سي اخواني او ادي البي بي سي. البي بي سي من الاول. فاذا كان هناك تعليمات واضحه للبي بي سي من الجانب الاسرائيلي، وتم تغيير مدير البي بي سي اللبناني و الاخر، فهموم الصحافه دي حتى البي بي سي ينالها طبعا ما. لكن هناك في تعديل، يعني شوف كل الدول الاوروبيه اللي عملت اذاعات وقنوات تلفزيونيه باللغه العربيه من فتره، من بعد يا دكتور حمزه، من بعد 2001 احداث 11 سبتمبر طبعا. كانت البدايه من احداث 11 سبتمبر، ما كانش فيه لا تلفزيونات موجهه، البي بي سي ما كانش موجود، البي بي سي اتعمل 2003 و2004 ما كانش فيه تلفزيون، تلفزيون طبعا. لما كان في راديو، انما عملوا تلفزيونات باللغه العربيه، ده ما كانش فيه فرنسا. عندك فرنسا 24 وعندك روسيا وعندك الصين واليابان، كله ده بعد 2001 طبعا طبعا. قبل 2001 ما فيش، بعد 11 سبتمبر صحيح. اتعملت كل الحاجات دي، واتعملت لانها تريد انه المنطقه دي، يعني لما جاء نهار الاتحاد السوفيتي طبعا الموضوع عشان ما يطولش، لا خلينا نقول احنا نفهم، احنا في حلقه وعي. هقول لك لما نهار الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه 89 و90، كان كل المناظرين والمفكرين في امريكا بيقولوا كيف يمكن ان تكون امريكا القوه العظمى الاولى في العالم خلال القرن الواحد والعشرين كله. أي. خلاص، فكان الاختيار كلهم، كان كلهم تقريبا بيقولوا احنا عندنا خطرين، الخطر الاصفر والخطر الاخضر. بعد ما الخطر الاحمر اللي هو بتاع الشيوعيين راح، طب ايه الخطر الاصفر؟ الخطر الاصفر الصين وروسيا وايه جنوب اسيا مجموعه الاسيويين. الخطر الاخضر ايه؟ منطقه الشرق الاوسط دي اللي هو الدين الاسلامي تحديدا، الدين الاسلامي ولسان واحد وامه واحده وعندها نفط وعندها غاز. توصلوا لايه بقى يا دكتور بعد القصه دي كلها؟ قال لك التنين الصيني ده خلينا نايم شويه لانه لسه ما قامش وبتاع، احنا علشان نستمر للفتره اللي جايه لازم نكسر الناس اللي هو الخطر الاخضر ده. الخطر الاخضر ده خلال 10 سنين الناس دول التاريخ علمنا فيه، يعني طبعا عندهم مراكز ابحاث، عندهم ناس بتشتغل كويس، يعني خلال 10 سنين بس لو وعيوا لنفسهم وفهموا مكان قوتهم وهي فين بالظبط، 10 سنين يسودوا العالم ويكسرونا. وبالتالي احنا الاولويه لينا هي ضرب هذا الخطر، وده اللي حصل بالفعل، اللي هو جورج بوش بعد كده لما اجتاح افغانستان ودخل العراق وطلع على البارجه قال دي حرب صليبيه. قال دي حرب صليبيه، اي خلاص حرب صليبيه، مساله معروفه. تعانى عنها بقى الاعلام، السياسيين والحكام عندنا يتعاموا، هي المساله خدها في سياقها هذا. هو فعلا امريكا لكي تكون ايوه. عندنا تسجيل له اظن لو موجود الشباب يعرضوه، حرب صليبيه هيبقى كويس جدا بمنتهى الوضوح والصراحه. انت بقى حكام عايزين يقعدوا في مقاعدهم ويقعدوا في مقاعد الحكم فيتناسوا هذه الحقيقه، لا، الشعوب والناس اللي احنا بنخاطبها لازم تبقى فاهمه هذا الامر ووعياه بشكل واضح جدا لا لبس فيه.